هيدي الصورة لابنك. ما بحب طلع فيها. شو الصورة؟ لك شيء بتصدقني؟ وليد عبود قد ايه قابض ما بسمح لك. دكتور تفضل دكتور. أنت راضي على أداء الرئيس هون؟ لا. اليوم؟ هل صحيح اليوم أن جبران باسيل هو الطفل المدلل عند حزب الله؟ وقام قال عنك الوجه البشع. هذا وجه بشع. إذا شال جبور هلا اتصل فيك قال لك دكتور حبيب أنا عازمك لعندي. قل له أنا عازمك بمطعم السياحة. سلاح المقاومة سلاح الجيش اللبناني. اختار سلاح المقاومة. كان في سلاح من للقوات اللبنانية كان يضاهي ويوازي سلاح حزب الله. أي سلاح ميليشيا واستخدم بالداخل ما تقارنه بحزب الله. سلاح حزب الله استخدم بسبعة أيار. الشيخ صبحي الطفيلي الدكتور سمير جعجع. هاي من وين هبش؟ جميل الصيد في شيء وجدانيا بيربطني فيه. 4 سنين سجن وهو مظلوم. طيب ليش ما بيربطك بسمير جعجع 11 سنة سجن؟ هل كان مظلوم؟ بترشح جميل السيد انه يكون رئيس مجلس نواب؟ كل شيء خطر على بالي الا هذا. من ادخل الامونيوم على مرفق بيروت؟ حزب الله اذا بده بيجيب اقمار صناعيه على البلد. بدك تخبرني انه حزب الله ما بيعرف انه في كميه هالقد فاتت على بور بيروت؟ لا هذا سؤال ملغوم. بدات العلاج من السرطان. حاله نادره جدا. حبيب فياض ضيف سؤال محرج مع توني خليفة الليلة 9:30 المساء على LBCI وصوت بيروت انترناشنال.